هالحكي مو مظبوط بنوبسي دي. السؤال مو لك لمرتك. حرمتي بريئة ومو عاملة شيء يا سيدي. أنا برا ولا؟ مالي طالع غير رجع على رجلها. بدك تطلع ورجلك فوق رقبتك ورح تاكل فلعة نسيك اسمك يا مساعد. أمرك سيدي. شحطه يا سيدي. أولا احكي لي لشوف كيف سرقتي ذهبات اعتدال خانم. والله العظيم يا سيدي أنا ما سرقت شيء. كذابة سيدي كذابة. ضحكت علي وخلتني فوتها على بيتي رح سرقتني كمان. ايه شلون يعني كيف صار هيك؟ دقت علي الباب وعملت حالها دايخة وأنا من طيبة قلبي صدقتها رحت لجيب لها مي وأكل. قام رجعت لقيتها طالعة من غرفتي قلت لها شو كنتي عم تعملي جوا؟ قالت لي كنت تعبانة فايتة استطح لي شوي. صدقني يا سيدي كذب هالحكي أنا ما عملت هيك. كذب ها؟ شو جاب الذهبات لغرفة نومك وخزانتك إذا كذب؟ والله العظيم يا سيدي ما بعرف. ما بتعرفي شي؟ هلا تحت عنا رح تعرفي كل شي رح تعترفي بكل شي ها؟ كتر خيرك يا سيدي. إذا جاي تترجاني فجرتي. أنا ما بترجى حدا وأنت براسك بدك تطلعيها لفادي من الحبس. إيه بموت وما بطالع لك ياها. ولك شو عملت لك المخلوعة حتى تحبسيها؟ شو عملت لك؟ سرقتني. أنت وأنا بنعرف إنه فادي مستحيل تعملها. شو بدك منها؟ إيه لا يا سيدي عملتها. أنت عملتي هيك بعد ما تجوزتي بيومين بدك تنزعي فرحتي؟ اي نعم انا بعتت جماعه يحطوا الذهبات بين اغراضها مشان ما خليكم تعيشوا مبسوطين وفاتن مالي مطلعت لك اياها من الحبس لحتى تطلقها وما راح اطلقها. اي شو علي خليها بالحبس لحتى تعفي ما في مشكله. وقفي خلص اطلقها. ايوه وراح تستغني عنها بهالبساطه. أنا عم بعمل هيك لحتى ساعدها لحتى طالعها من الحبس ورح أتجوزك لتكفي شرك عنها. وبركدان طالعتها أنا من الحبس وأنت ما طلقتها. أنا ما عندي ضمان غير كلامي. طيب ماشي رح صدقك بس والله العظيم إذا بتلف من ورا ظهري وما بتطلقها لخليك تقبل حبوس أكثر منها ولخلي حبل المشنقة يلف حوالين رقبتك وانت بتعرفني ها أنا فيني ساويها. طيب أنا رح أروح طالعها بس بدي أرجع لقيك سابقني على البيت وجايب معك الشيخ مشان كتب الكتاب. اتكلي على الله. ماشي حصل خير روح سبقني روح. حبست يا عامر؟ رح تطلع من الحبس بس أنا وياها رح نرجع له إذا ما خلصت من الاعتدال. ومينو هي اعتداء؟ هي مرتي القديمة. لك وأنا شو بدي بمرتك القديمة هلأ؟ هي اللي حاطتني براسها حاطتني براسها أنا وإختك يا بطلقها وبرجع بتجوزها يا بدك بالحبس هيك إلا؟ يا سلام يا سلام شو رح نروق من هالقصة؟ اسمع أنا عندي حل وما في غيرك بيقدر يساعدني. لك أخي بساعدك باللي بدك يا بس خلينا نخلص من هالورطة. أنا تسمع شو راح أقول لك وبتعمل بالتفصيل. نطلع أنا وياك على الحارة. شو بشري؟ هي سوري اللي اتفقنا عليه. يعني مشي الحال طلعتيها من الحبس؟ لك إيه؟ أنا ليك الشيخ وأنا مشان أكتب كتابي عليك. إيه لا حبيبي أنا ما بكتب كتابي لحتى أطلقها. ولك طلقتها طلقتها. شو علي؟ ما حكت ولا كلمة. اي الله خير ما عملت هيك رجعت لمرتك حبيبتك ولبيتك اللي اشتاق لك كثير 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 كثير. يخرب بيتك ولا حبيبتك ما شاء الله. من عمي؟ حقوني يا عالم دخيلكم الحقوني يا ناس. اخ ايدي خير شوفي شوفي شوفي
شان الله يا أخي، شان الله تشوف شو صاير فيه. حمدي خلي على خستك غاني. يلا يلا امشي 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 معي. ايه رح اروح معك. لا 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 خليكي خليكي هون بس ارجع. طب لك ما بيصير بدي اطمن عليك. ارجع لعندك خليكي بالبيت. حمدي استر العرض. يا على حظك يا قاعدة. ولك يخرب بيتك على الايد، نارك لك شي صغيره لك صهرك انا حتروحني. لك خلصنا بقى انت اللي بحبك. إيه انت نازل يا قاتل يا مقتول يخرب بيتك. لك حميت ربك ما روحنا لك. روح نقضي شغلنا روح. وين 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 رايحين؟ عندي شغل انا واخوكي حمدي. وشغل شو ها؟ لك خلصنا بقى بدك تضلك حشريه، عم نقول لك بس نرجع عم نحكي لك. روح اخي روح. إيه لا ما بتروحوا لتفهموني. عم اقول لك بس ارجع افهمك، واذا دق الباب لا تفتحي لحدا، عم تفهمي؟ روح حمدي. اخ يا خاطري. الله معكم. لك هالشي ما صار بنوم؟ لك انتوا الاثنين كذابين. يعني انت ما ضربتي لعامر بالخنجر؟ الله العظيم ما ضربته، انا اصلا ما مديت ايدي عليه وبخاف اعمل هيك شيء. ايوه مين اللي ضربه لكان؟ والله ما بعرف يا سيدي، واحد ملتم. كذاب يا سيدي، هالحكي مو صحيح. أنا شفتها بعيني وهي عم تضربه بالسكينة، وبالعلامة قالت له أنا ما راح خليك تتهنى بهالجوازة. مظبوط سيدي، مظبوط اللي عم يحكي. ولك يخرب بيتكم شو كذابين. سيدي أنا بدي اشتكي عليها واحبسها. ايوه بدك تشتكي عليها. بتعرفي شو يعني يشتكي عليكي؟ يعني بجرم شروع بالقتل، يعني بتروحي فيها 15 سنة حبس. ويوه على عمتي. هي نتيجة أفعالك. إن شاء الله يا عامر، إن شاء الله لا تحبسني. إذا ما حبستك رح تأذيني أنا وحرمتي. والله والله خلص هي بس التوبة، ما عاد أقرب عليكم أبدا أبدا. ما بثق فيك ولا بثق بحكي. اسمعي يا اعتدال، بتكتبي تعهد إنه ما بتقربي عليه وعلى حرمته؟ إيه سيدي موافقة موافقة، بكتب تعهد بعمل اللي بدكم إياه، بس إن شاء الله ما تحبسوني. ماشي. صميلي هون لشوف. مع اني بكره الظلم والظالمين، بس اعتدال بتستاهل اللي عملتوه فيها. هي اللي جبرتني اعمل هيك، والبادي اظلم. الله يسامحها. لا تسلمي لي شو قلبك ابيض، لا تسلمي لي شو حنونك. ان شاء الله بيقبرني الجمال والحلياء بدخيل الله. انا لسه عم توجعك ايدك؟ هلا لا. الحمد لله اللي شفتك بخير يا مو، الحمد لله يا مو، الحمد لله. تعالي ثيابك فوتي يا مو، تعالي تعالي يا مو تعالي. اذا طلقتي خطوه واحده رجوع دافنك بارضيك. هاد بيت ابي. كنت تتذكري ابوك قبل ما تعملي عملتك النسخه وتنسكتي بالحبوس؟ لاني متذكره ابي وتربايته، عملت اللي عملته بجوزي. بس شكلك انت اللي نسيت انه عندك اخت مرميه بالحبس ما سالت عليها. اختي ماتت من زمان. بس ليكني عايشه وطلعت من الحبس. لازم تروحي على القبر وتدفني حالك بايدك وتجي لعنا. تكرم عينك اخي، رح روح وادفن حالي. لا تروحي يا مو. تركيها تنقلها يا مو. ليش هيك عملت مع اختك؟ لانها بتستاهل، ولولا خوفي من رب العالمين كنت ذبحتها بايدي وخلصنا. لا قوة الا بالله يا ربي لك. روح اشتري الكفن وجهز حالك. لا واثقة من حالك كتير. ضربة السكين اللي اكلتها المرة الماضية واللي نفدت منها بجرح صغير،
بحياة عينك هالمرة رح تغز بنص قلبك. شكلهم التسع شهور اللي قضيتيهم بالحبس ما كفوكي، جسمك عم يحكك بدك ترجعي له. مظبوط، بدي ارجع بس مو قبل ما دفعك الثمن اللي عملته فيني. لولا سمعتي وعملتي اللي قلت لك عليه ما كان صار اللي فيكي هلا. لك بقتلك وبقتل حالي وما بعمل اللي طلبته. لك حاجة تهدديني وليك؟ حاجة تهدديني؟ اللي من وشي؟ العيد راجعت لك بس كرمال قتلك. الفجرة يا مربى هيك بدقوا على البواب؟ مو ليكون انتو فيكن ترباية من الأول؟ لك مو ليكون فيكن ترباية أو سر الترباية؟ جميل، طب لسانك أحسن لك. ها روحون لأختك خليها تطب لسانها، تطب لسانها وحاجة تيجي وتهددني قدام البيت. أختي؟ ولك إيه أختك، خليها تطلع وهلأ تواجهني. ما أنا هون بحياتها ما رح تجي لهون. لك أنت على مين عم تضحك؟ ها بتضحك على واحد غيري، أختك جوا. جميل، مو انا اللي بكذب. لا عم تكذب، انتو مخبينا جوا. فوت طلع لي اياها لحتى اخلص عليها بقى. رح ارجيك بعينك، ضب الخنجر ونبر وراي. يلا يلا. اهلا وسهلا. قالوا لي بدك كان ضروري خير في شيء. مظبوط. عندك شكوى؟ لا، بس بدي اياك تحبسني. ليش شو عاملة؟ مالي عاملة شيء. لك ليش بدك يعني احبسك؟ لأنه ما عندي مكان اتقاوى فيه. وين بيت أهلك؟ موجود، بس قلعوني منه. ليش قلعوك؟ قلعوني لأني كنت محبوسة، وعلى قولتهم فضحتهم بين الخلايق. من شان شو كنتي محبوسة؟ لأني ضربت جوزي سكين، ولو صح لي كنت قتلته على الخالص. ليش كنتي بدك تقتلي على الخالص؟ هذا السؤال إجابته عندكم يا سيدي، ما أنتوا حققتوا بالسيرة وجبتوني وحبستوني. هذا من مؤاخذة، أنا تعينت هون جديد وما بعرف اليوزباشي اللي قبل شو اشتغل. لا ما مهم عرفت ولا ما عرفت، بدك تحبسني ولا روح اتقاوى بالطريق. هيثم. حاضر سيدي. دبر لنا مكان للخانم مشان تتقاوى فيه عنا. امرك سيدي، شعر فيها الخانم. كتر خيرك. رحل. أمرك سيدي. روح جيب الأكل. بأمرك. اسمع أولاد، هالمرة فت على البيت وطلعت على رجليك، إذا مرة تانية بتتهجم على البيت وبتخبط هيك ماني طالع غير محمل. روح قبل ما تحكي معي هذا الحكي، طلع اختك بالاول محملة. لك خلاص ولا؟ ايه! قعدوا عن بعض انت وياه. منيح اللي جيت حضرة اليوزباشي حتى تشوف بعينك انه كيف عم يتهجم علي ويضربني. شفت بعيني بس انا ماني جاي حقق بهذا الموضوع. ايوه، لك مشان شو جاي حضرة اليوزباشي؟ الكلام لك. ليش هلا اختك بالبيت؟ سيدي هاي شغلة بتخص العيلة وما بحب احكي فيها. انا بقول لك سيدي لانها كانت محبوسة وقطت راسهم. ايه!
أدب وأنت عم تحكي. ليش كانت محبوسة؟ لأنها مجرمة سيدي. شو عملت؟ شكتني بالسكين وكانت تتدني على الخالص. هيك من باب للطاقة كانت بدها تضربك بالسكين؟ مشان شو؟ لأنها عيبة. عيبة سيدي. جميل؟ ولك كريم إيدها. هي قدام حضرة اليوز باشي. أنا طلعت على أختك وخلصت منها. يعني لا تورجوني خلقتكم بالمرة وحاجة تهددوني بقى. بدك مني شي سيدنا؟ لا قلت على بيت. بعتت ولكن مشان اقول لك انه هلا بسطتها وانا ماري قدام بيتكم اجتمعت باخوك وجوزك. شو طلع معك؟ والله اللي طلع معي ما بسرك منه. بعرف. حكوا علي. يعني بفهم منك انه هذا اعتراف باللي انت عملتيه صح؟ بس انا ما خبيت عليك وقلت لك اني ضربت جوزي بالسكين. بس انت ما قلتي لي انك ضربتيه لانه ما رضي عن عملتك السوداء اللي بتوطي الراس واللي ما بيقبل فيها اي رجال. هو هيك قال لك؟ كذاب. يشهد ربي علي انه كذاب، بس ما حدا فيكم سمعني، لا الكركون ولا اهلي سمعوني، عملوني انه انا ضربته بالسكين هيك من الله، بس لو انكم سمعتوني وعرفتوا شو طلب مني كان هو اللي تختخ بالحبوس مو انا. طيب احكي لي شو طلب منك؟ طلب مني بيع شرفي لتاجر قماش كبير. وانا الله وكيلك يا سيدي كنت عم دافع عن شرفي. بس هو صار يضربني وبده ياني روح غصب عني لعنده. لولا هيك انا ما كنت ضربته بالسكين. أنا رايحة مشوار صغير وراجع لعندك على الكركون. عصام فحر الحقوني. ما قلت لك لحد تجي لهون؟ ولك انت شو بدك جاي اعطيك هديه صغيره كثير. وانا قلت لك ما بدي منك ولا هديه. فهمتي؟ بس انا بدي. ولك شو بدك؟ بدي اخذ حقي. لك تركني يا سيدي، تركني اخذ حقي منه لهلا واطي. بس انا كثير رح تاخذ فيه ولا ما عندي مشكله يا سيدي، ما عندي مشكله، المهم اشفي غليلي منه. أنا رح أخذ لك حقك. يا جماعة الخير، هذا الزلم اللي قدامكم اللي اسمه جميل ظلم على أختكم. احكي لهم الحقيقة. عم أقول لك احكي لهم الحقيقة. احكي الحقيقة أحسن ما رجعك على الكركون خلي الدم يشر من عيونك. ها احكي. عمرك سيدي صحيح أنا قلت إنه ضربتني بالسكين وكانت تقتلني، بس هي عملت هيك لأني أنا أجبرتها أقضي ليلة مع تاجر كبير، لأنه هذا التاجر كان بده
يفتح لي دكانة قماش. راشد اوعك تقرب عليها، اوعك. هدي حالك ورجع. قدو امرك سيدي. انا جبته لعندكم لهون يعترف بعظمة لسانه مشان تتاكدوا 100% انه بنتكم مظلومه وبريئه. الله لا يوفقه، نزع سمعه البنت وحبسها وخلانا نكرهها. انا رح احبسه بتهمه الادعاء الكاذب، وقلكن علي انه كل العالم تعرف انه بنتكم طاهره وشريفه. هي الشغله تاخذوها مني انا. الله يجبر بخاطرك. كتر خيرك سيدنا، كتر خيرك. خير الله يا راشد، المهم انه الله لا يفرق بيناتكم. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. اختك بحما ايدك. الله يرضى عليك. الله يخليكم لبعض. وليش لهلا نايم بقى؟ امبارح حسرنا كثير. طبعا لكن مكتوب على ورق الخيار يلي بيسهر بالليل بده ينام بالنهار، سهران لي كل الليل مع اولاد ادو. مين اولاد ادو؟ طولي بالك، هو مهدي الرفيق الوحيد اللي تركتي لي اياه. يلا لا يهدي لك يا هالمهدي. شو شايفك سبعتيني يعني؟ عندك مانع؟ لا لا ما عندي مانع. ايوه ليش عندي مانع؟ ايه ايه ايدك وين؟ وين هاجم على الاكل؟ بدنا نفطر، بدنا نفطر. والله شو؟ بدك تفطر؟ ليش انت وريني لشو؟ غسلت وشك؟ هذا وشك غسلته، ايديك هدول ايديك غسلتهم شيء؟ لا روح غسل يلا انقلع من وشي. لك روح من وشي. شو بقى قاعد مبوزم لحاله؟ ما في شيء، ما في شيء. شو عم تعلمني على حالك؟ ليكون أول مرة بعرفك، لا في شيء. شو بدي لك؟ شو بدي لك يا مهدي؟ مرتي، مرتي مجننتني، والله رح تجنني. متخانق معها؟ مو شغلة جديدة، كل يوم تتخانق أنت وياها، وين الجديد؟ لك مهدي هالمرة رح تموتني، رح تجنني. لك أوقات أوقات بحس حالي إني لازم أمسكها هيك من راسها وغمسها بهالبركة، غمسها 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 لحتى تموت وارتاح منها. لا 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 لا، شو بدك بهالشغلة؟ تروح فيها تبلك أوعى. حاكيها بالحسنة، فهمها. لك ما بتفهم، ما بتفهم هاي. لك عاد إذا بحسها بحسها عايشة لحتى تموتني، عايشة لتشاكرني. حاول ضربها. نعم ضربها. لا لا انت ما بتعرف هالعدله، كل هالقد بتخوف. والله اذا مديت ايدي عليها لحتى تكسر لي ايدي، هي اذا ما اكلت لي ثلاث اربع اصابع من كل ايد ساعتها مهدي شلون بدي امسك كاسه الشاي؟ قولي معناتها شغلتك عويصه حبيبنا، شغلتك مو عندي، مو عندي بنو. عم قلك
راح تموتني. الحمد لله اللي عافانا من ما ابتلى كثيرا من خلقه وفضلنا عليه. الحمد لله اللي ما عندي هيك مرض. يريد نومة أهل الكهف إن شاء الله. نومة بلا فاقة. عزات! عزات! يا مهد! شوفي سلامتك والله، ليش ما تفوز هون بأرض الديار؟ ليش؟ لك يا عزة يعني تعبت وأخذتني غفوة، شو صار يعني؟ إي قوم قوم أحسن مالك نايم، قوم ساعدني بشغل البيت، يلا قوم. عدلة أنا رجال البيت، شغلي برا، مو شغل نسوان جوا البيت. شو؟ ما سمعتك، شو قلت؟ أنا رجال البيت، يعني بشتغل برا، مو جوا البيت. ليش أنت حاسب حالك عرجال يا بعدي؟ ليك يا عدلة، يعني أنت زودتي يا صراحة زوحة. والله طالع لك تحكي والله. إيه ما بكفي إنك شحاد وأندبوري، ما بكفي لا لنا شايفين اللقمة ولا اللبسة المنيحة، لك ما بكفي إنك أخذتني من بيت أهلي وجبتني لهون وعيشتني معك هون بالشحادة. هلا هذا كله انا عامله معك، انا عامله معك عدلة، شو عم تحكي انت؟ شوفها احسن لك تطلع من خلقتي لانه وصلاني معي لهون. ها طلعوا شيء قال يا داخل بين البصله وقشرتها ما بينوبك غير صنتها. شيخنا الله يخلي لي اياك، اعتبرني انا البصله وهي القشره. انا عم وكلك. لا عمي لا توكلني ولا بدي وكلك، انت من تمك عم بتقلي لسانه طويل، تقعد تحكي لها شي كلمه ما هي تصغرني، وانا عقلي ما بيتحمل، طالعين من هالدق الله يرضى عليك. طيب وماذا تريدني ان افعل الان؟ ما بعرف، ساوي اللي بدك، صلي صلي. السلام عليكم. يا سيدي ابو حمدي ماشي بالحاره هو وحرمته، بالظاهر بده يوصلها على بيت اهله، طلعوا له اثنين زعران وصار يتحركشوا له بمرته، صرخ بمرته وهداك الصوت وقال لها سبقيني على بيت اهلك، حملت ضربه ريقه وراحت، سحب لك الشبريه ونزل فيهم لهالاثنين الزعران، منين بيجعكم؟ خلى دمهم حميمهم، فلتوا من بين ايديه وراحوا على الكركون اشتكوا عليه. قام اجى الكراكون سحبه من نص بيته ودكه بالسجن. بس ابو حمدي بيروق وقت بيروح على السجن، لانه بالنسبه له السجن سيران وبيخلص من نق النسوان. يخلص من نق النسوان؟ لك لك مهدي لقيتها، لقيت الطريقه لاخلص من نق عدلة، لقيتها. فوت على السجن. شو تفضلت سيدي؟ فوت على السجن لانه ما في محل روح اذا تركت مرتي، ما في محل روح. لوين بدي روح؟ لوين بدي روح؟ لك تفوت على السجن، لك تفوت على جهنم الحمراء، المهم اخلص من نقا. لك يا عم تشاكرني، عشان تشاكرني. شلون بدنا نحبسك وانت سمعتك مثل المسك بالحاره؟ ايوه منروح انا وياك، مو انت صديقي ومثل اخي، منوقف قدام الكراكون، مو انت صاحبي وبتحبني ومنتخانق انا وياك. بتسبني وبسبك وبقوم انا بسحب الشبريه. تسحب ما تسحب، سبك وبسبني، ما حبيت الفكره، ما حبيت ابنا مهدي. لك عم بمزح، ما نتخانق عن جد، عم بمزح. لك لك مهدي شبابك، ما بقدر. لك ما هيك اتفقنا، لك اضربني. لك كيف يا عمر؟ ما بقدر. لك لك بيأدبني ضميري. لك ما بقدر. اضرب. عم يضربني، عم يضربني. لك الله لا يوفقك يا مهدي، لك الله لا يوفقك. يا عم تضربني. لك شو عم يصير؟ هذا الخنزير ما يضربني. ايش ضربته؟ ايه انا ضربته. لك ليش عم تضرب الخزة؟ هو سبني، سبني. ما 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 سبيته، ما سبيته. لك مين اللي سب التاني؟ انا سبيته، انا سبيته. وانت خلطت له الخنزير؟ اضطريت، اضطريت، خلاني اضطريت. هلا بالكراكون بنعرف ليش اضطريت. مش حطول اشوف. كثر خيرك بيكي، الف طلب مثل الطلب.
ماشي امشي لشوف. مثل ما سمعتي يا اختي، تخانقت انا وعزات، قام اجى الدرك وشعطه. ايه روح اخي روح، روح تنازل عن حقك. ما بقدر. ليش؟ ما بدي اتنازل عن حقي. يا اخي عزت بحبك وعنده اياك بالدنيا، وبحياته ما جاب سيرتك بالعاطل. هذا اللي صار، انا جاي خبرك مشان ما تقلقي. طيب بعطيك مصاري. اعوذ بالله، حدا بياخذ من اخته عدله مصاري؟ لك شو بدك؟ والله حيرتني. ما بدي شيء، انا جاي بس خبرك. عم بيقلبي. اول مره حدا بيعيط علي. لي على قامتي على يا لقمتي، منين اجتني هالمصيبة؟ على مين بدي نكد هلا انا؟ اي والله بطق. صعبة يا شيخي، صعبة كثير. ومن شاني؟ يا شيخ يعني شانك على راسي وعلى عيني، بس ما بقدر، بيشتكوا علي؟ لا 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 تخاف، ما حدا رح يشتكي عليك. لك شلون ما حدا رح يشتكي يا شيخي؟ ومهدي؟ اخي مهدي عندي، انا بضمنه. لا إله إلا الله، والله ما بعرف شو بدي لك يا شيخي. يا حضرة اليوزباشي، مرته مرة وحدانية، يعني هي من برات الشام مقطوعة، ما في حدا يفوت عليها برغيف خبز، وهو كمان مقطوع، يعني ماله مقطوع من شجرة، يعني قدري ولا يضغطها، فالله يرضى عليك، حرام، خليهم لبعضهم. جيبوا لي عزت لهون. ماشي يا شيخ. أنا رح حل الموضوع بمعرفتي. شوف يا عزت، شيخنا وكبيرنا جاي يتواصل لك من شان طلعك من الحبس. ليش؟ شو عملت أنا سيدنا؟ شو أنا لازم الحبس؟ أنا اعتديت على زلمة، لازم الحبس. لا ما هي والله سمعة، حدا بيحب يضل محبوس؟ لك يا شيخنا الله يرضى عليك، أنا اعتديت على مهدي، سحبت عليه شبرية، شو أنا جلسي ولو؟ ما شاء الله، يا سبحان الله، شايف؟ لك شايف ما أطيب قلبه؟ شايف قد شو إنسان؟ دخيلك شيخنا. خلص، أنا حسمت الأمر. اسمعي يا عزت، أنت رح تنحبس شهر. كتر خيركم، كتر خيركم. كتر خيركم كرمال شيخنا وكبيرنا، بدل ما احبسك عندي هون راح احبسك بالبيت، وراح احط الحراس بالبيت مشان ما يكون لك لا طلعه ولا فوتي. الله يديم عزك يا سيدنا. فطول بالك شيخنا، طول بالك، طول بالك يا سيدنا. طول بالك، الله يحبس ببيتكم، يعني مع مرتك. انا هون مرتاح، مرتاح هون، خلوني هون الله يرضى عليكم. لك شو ضل هون؟ لك عامل لك مع مرتك بتتسلى انت وياها. طول بالك. طيب اسمع اسمع، لأقول لك يعني بدي اسالك سؤال، شو هو شو هي المشكلة الكبيرة إذا الواحد سواها بينحبس فترة طويلة؟ ايوه مشكلة كبيرة وفترة طويلة. اي نعم. مالك غير تعتدي على الحكومة؟ في